طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. البلمونري هايبر تنشن من المواضيع الرخمة اللي انتوا تبصوا تلاقي ايه، تحضروا المحاضرة وتخلص المحاضرة ونبص نلاقي ان محدش فاهم حاجة ولا حد فاهم الموضوع ده ممكن يجيلكوا بعدين تستفاد بيه ايه. المفروض انت كطالب او طالبة في سنة خامسة عايزين تاخدوا الحاجات الكومون اللي تفيدكوا كجي بي ممارس عام، ان انت بقى تحشي دماغك سندرومات واسباب وي 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 وانت مش عارف تمشي ازاي جي بي يبقى ملهاش لازمه. فاحنا عايزين نوظف الكلينيكال اللي الناس بتهمله في محاضره زي محاضره البلمونري هايبرتنشن، نشوف ازاي لو حاله جات لنا نمشي معاها ستيب باي ستيب لغايه لما نوصل للدايجنوزس بتاعها ونعالجها ونحط البلان ونحط التريتمنت والكلام ده كله. ده اللينك بتاع اليوتيوب اللي انا هنزل لكم عليه المحاضرات التانيه بقى، الانفكتيف اندوكاردايتس والبلمونري امبوليزم، وهبعت للمنسئين ان شاء الله اللينكات بتاعهم. انت مثلا قاعده في العياده جات لك ياسمين او اي اسم 20 سنه وجايه بتشتكي من شورتنس اوف بريس، ودي بتبقى الصراحه من يعني لو الواحد قاعد في العياده بقى وايه داخل عليه طول اليوم كوثر وجمالات وناس اوبيز، اول ما يقول في حد يانج ايش فالواحد بيرسيوم ان هي ايه سايكيك، يعني خلاص بقى حاجه هنطمنها كده وخلاص، تعالى بقى نشوف الوضع هيمشي ازاي. انت خدت هيستوري منها بيرسونال هيستوري، فهتقولي ايه بعد ما قعدت تدردش معاها؟ احنا مش هنقول خطوات العملي بس هقول لكم الكومنت اللي المفروض نقوله بعد لما ناخد الايه الهيستوري من البيشنت. انتوا الكومنت ده هتاخدوه بالاركان بتاعته وتدربوا نفسكم عليه، يبقى احنا كده كاننا وظفنا الشرح في الكلام. فهتقولي والله مسز اكس 20 years old female patient from Zagazig. She is a student, not married, and no special habits. يبقى انت كده غطيت الاركان بتاعت البيرسونال هيستوري. طيب بتشتكي من ايه يا بنتي؟ بتشتكي من shortness of breath of 2 years duration. يبقى الكومبلين هيتحط فيها بكلام العيان والديوريشن بتاعتها. ممتاز. قعدت تتكلمي معاها على الهيستوري اوف بريزنت إلنس وطلعت بالاتي. لقيت ان الكونديشن ستارتد 2 years ago. With gradual onset progressive course of exertional dyspnea، يعني ليها علاقه بالمجهود. ولما شفنا الجريد بتاعت الدسنيا لقيناها كانت بادئه نيها جريد 1 وعلى مدار السنتين وصلت نيها جريد 3. يعني ايه جريد 1؟ يعني دسنيا اون مور ذان اوردينري ايفورت. جريد 3 يعني دسنيا ان ليس ذان الاوردينري ايفورت. ممتاز. دلوقتي الدسنيا جريد 3 ومش معاها اورسوبنيا ولا باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا ولا كوف ولا هيموبتسيس ولا ريكارنت تشيست انفكشن، يعني معنى كده ان الديسنيا دي موستلي مش بالمونري كونجيشن. يعني كون ان ما يبقاش معاها اورسوبنيا ولا باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا يبقى الديسنيا دي ليها سبب تاني غير سبب الايه البالمونري كونجيشن. لغايه دلوقتي انت هتقول لي اسمي عادي، مع البنات كلها بتشتكي من ديسنيا وشات انيميا عادي مفيش مشكله خالص. طيب تعالي بقى نشوف اللي بعدين. جيت تساليها على الاذر سيمتومز، ما احنا بنسال بالمونري كونجيشن وسيستميك كونجيشن ولو كاردك اوت بوت. ففي السيستميك كونجيشن قال لك ده من شهرين بدات اشتكي من جرادوال اونست بروجريسيف كورس اوف بايلاترال بيتنج بينلس لور لمب اديما. لا ده كده الموضوع مش سايكيك، ده كده في حاجه اورجانيك وعامله لي كمان سيستميك كونجيشن. والاديما دي اكستندنج للي ليفل وبتزيد with prolonged standing ومش معاها signs of inflammation. يعني الإديمة دي مش بسبب inflammation، لا معاها redness ولا hotness ولا limitation of movement. لا يبقى دي فعلا systemic congestion. طب بيغمى عليكي بتدوخي؟ لا. No low cardiac output. طب في وجع في الصدر؟ لا. في بتزرقي؟ لا. بتحس بضربات قلب سريعة؟ لا. ايدك رجليك تقلوا تنميل خذلان اي حاجة embolic symptoms؟ لا. سخنت الفترة اللي فاتت؟ لا. طيب صوتك اتغير او حسيت ان في كحة او كشة نفس من زورك اللي هي بريشر سيمتومز؟ لا مش موجود. ممتاز. طيب قعدت تسألي على الاذر سيستمز الشيست النيورو الابدومن؟ لا مفيش سيمتوم سجست ان شيست نيورولوجيكال او ابدومنال افكشن. طب انت كنت بتاخد اي ادويه فات او اي ادويه حاليا ماشيه على علاج؟ لا انا مش ماشيه على علاج. يبقى الدراج هيستوري دلوقتي نو تريت، هي ما بتاخدش اي علاج. حلو. طب في الفاست هيستوري يعني قبل السنتين، قبل ما السنتين دول يبداوا بكبشه النفس
عملت عمليات او كان في سكر او ضغط او كنت بتاخدي ميديكيشنز قبل السنتين دول في الباست هيستوري؟ لا، اللي هو دي او دي، دراج اوبريشن ديسيز. طيب هل انت والدك ووالدتك قرايب؟ يعني في كونسانجونيتي؟ لا مفيش. طب الفاميلي مشهوره بالسكر والضغط لا مفيش. طب في حد مات بالقلب قبل كده؟ ده انا جدي مات من القلب عنده 60 سنه، هل ده حاجه ريليفنت؟ ما هو لازم يجي له عند 60 سنه، انما احنا بنسال في الفاميلي هيستوري على ايه؟ على البريماتيور كارديوفاسكولار ديسيز، اللي هو واحد جاله القلب على سن 40 سن 35 سنه، انما سن 60 سنه عادي، ما الناس كلها بيجي لها القلب على الستينات. طيب من الهيستوري اللي احنا خدناه مع ياسمين، يبقى احنا دلوقتي بنقول احنا في عندنا ديسنيا وفي عندنا سيستميك كونجيشن، فبنحط لها ديفرنشال دايجنوزس. انا هقوم من على المكتب بتاعي افحصها وانا حاطط في دماغي ايه؟ ديفرنشال دايجنوزس. ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ والله ممكن يكون اللي احنا شفناه ده بالمونري كونجيشن، والبالمونري كونجيشن قلب بسيستميك كونجيشن، صح؟ وممكن يكون مجرد بالمونري هايبرتنشن وقلب بسيستميك كونجيشن، وممكن يكون لانج ديسيز وقلب بالمونري هايبرتنشن وبعد كده سيستميك كونجيشن، وممكن يكون مشكله اير واي، يعني هي عندها اير واي بروبلم هي اللي عامله لها الديسني دي. يعني انا سمبليفايد الديفرنشال دايجنوزس عشان نعرف نمشي فيه ازاي. ممتاز. طيب هنقوم دلوقتي نفحصها جنرال اكزامينشن. ايه اركان الجنرال اكزامينشن؟ في عندنا مينتاليتي، فايتال ساينز، ابييرنس، بيلد، كلر، ديكيوبيتاس، ريجنال واذر سيستمز. يبقى ده كده الايه؟ الجنرال اكزامينشن. جينا نشوف المينتاليتي بتاعتها، والله هي كويسه ما شاء الله عليها، هي بيشنت از فولي كونشس والاورينتد للتايم والبليس والبيرسونال، عندها نورمال ميموري اند مود وكوبراتيف اوف افريج انتليجنس. طبعا الحاجات دي عرفتيها وانت بتتكلمي معاك، مش هتساليها ايه مخصوص. حلو، دخلنا على الفايتال ساينز. الفايتال ساينز عندنا ايه وايه وايه وايه؟ بلس، بلاد بريشر، تمبريتشر، ريسبيريشن. عملت التكنيك بتاع البلس كويس ولقيت الاتي. شايف انا جايب لك الكومنتات المفروض ان انت هتقومي من على المكتب تشوفيه. ايه بقى اللي شفناه؟ بالنسبه للبلس لقيناه ريجولار بلس 70 بير مينيت، افريج فوليوم، الفيزل وول نوت فيلد، نو سبيشال كاركتر، لا في ووتر هامر بلس ولا خلاف، ايكوال اون بوث سايدز ويز انتكت بريفرال بلسيشن اند نو ريديو فيمورال ديلي. يبقى انت اول ما تقول الكومنت ده، حتى لو انت في امتحان كلينيكال، امتحان زماله، امتحان بورد امريكي، لو قلت الكومنت كامل محدش هيسالك فيها بعد كده. حلو، يبقى كده البلس كويس. طيب بالبلاد بريشر، تفتكر الكومنت بتاع البلاد بريشر ممكن يكون ايه؟ لو قلت لك الضغط 120 80، الكومنت الفورمال هتغطي ايه في قياس الضغط؟ لا، شوفي تو لمس، صح، قاعد وواقف، صح، وبلباتوري واسكلتاتوري. فشوفي بقى الكومنت بتاع البلاد بريشر ايه؟ في الرايت هاند السيتنج بلباتوري سيستوليك بلاد بريشر 120، والسيتنج اوسكالتاتوري بلاد بريشر 125 80، والستاندنج اوسكالتاتوري، انا عايز استبعد ان في ايه؟ بوسترال هايبوتنشن. الستاندنج اوسكالتاتوري 120 80، مش كده وبس، ده في الليفت هاند السيتنج بلباتوري 120 والسيتنج اوسكالتاتوري 125 80، وفي الليج الاوسكالتاتوري 130 80. طب انا ليه بشوف بالباتوري مش اوسكالتاتوري على طول؟ ايوه، الاوسكالتاتوري جايب واحد، ممكن السيستول يبدا على 180 بعد كده يختفي عند 160 بعدين يظهر على 120 ويختفي على 100. لو انا طلعت في الاوسكالتاتوري جايب ده هقول 120 100، انما هو اصلا 180 على 100. حلو، طيب شفنا التمبريتشر بتاعت ياسمين لقيناها 36.8، شفنا الريسبيريشن من غير ما هي تاخد بالها adequate chest movement equal on both sides، والريسبيراتوري ريت 14. الريسبيراتوري ريت الطبيعي من كام لكام؟ ماشي، انما فوق 20 هنبدا نقول انها في تكت. ولكن اوعي تقول للعيان ان انت بتعدي عليه نفسه، انت كانك بتشوفي البلس ريت وانديركت كده بتشوفي بطنها بتتحرك ازاي. حلو، جينا نشوف الابيرنس والبيلت والكلر والدوكيوبيتس. الابيرنس بتاعها لوكس هيلثي جود. الافريج بيلت، والبيلت ده بنحسبه بالبودي ماس اندكس، ان احنا بنحسب الطول والوزن وبنقسم الايه على ايه بقى؟
بالظبط. والطبيعي اللي هو الافريج يعني اللي هو من 18 ل 25، تحت كده يبقى لو بودي ويت، اكتر من كده اوفر ويت، اكتر من 30 اوبيز، اكتر من 35 موربيد اوبيز. حلو. طيب ما فيش بالور، ما فيش جوندس، ما فيش ساينوزس، والبيشنت لايك لات فري، يعني تقول لك انا ممكن انام على ظهري وارفع رجلي فوق كمان وما يحصليش كرشه نفس. حلو. جينا نشوف ريجيونال اكزامينيشن، الهيد كويسه، ما فيش ابنورماليتي فيها، النك يعني الحاجات اللي احنا بنبص عليها في النك، الثايرويد، النك فينز، الليمف نودز، الثايرويد والليمف نودز كويسه، ولكن النك فينز لما عملت لها فحص لقيت الاتي، لقيت انها كونجستد بلسيتنج نيك فينز، كونجشن ريتش الانجل اوف ماندبل، ذا كونجشن ديكريز وذ انسبيريشن وذ بوزيتيف هيباتو جوجلر ريفلكس، ذير از سيستوليك اكسبانشن اند جوجلر فينسبيريشن 15. من الكومنت بتاع النيك فينز ده اكتشفت حاجتين، الحاجه الاولى ان في سيستميك كونجشن، صح؟ والحاجه الثانيه ان في ترايكاسبيد ريجيرج. عرفت ازاي ان في ترايكاسبيد ريجيرج؟ لا لا، السيستوليك اكسبانشن. المفروض اثناء السيستول، يعني المفروض ان هو اي وفي، صح؟ الاي دي اثناء الاتريال كونتراكشن، والفي الاكس ديسنت ده مع السيستول، وبعد كده الفي مع الفينس ريتيرن، فالسيستول مع ايه؟ الاكس ديسنت. انما لو اثناء السيستول في اكسبانشن، يعني لقيت ان الويف بتطلع مع السيستول، يبقى معنى كده مش ده الطبيعي. ايه اللي عمل ده؟ ان الترايكاس بتفوت، فاثناء السيستول كل الدم طالع من الرايت فينتريكل على النيك فينز، فعمل سيستوليك اكسبانشن. فانا ببص اهو على النيك فينز، بص المفروض النيك فينز لو انا ده النبض وده النيك فينز، تمام؟ بص شايف تو ويفز بس مع السيستول في ديسنت، طب ليه الاثنين طالعين مع بعض؟ يبقى ده سيستوليك اكسبانشن. ممتاز. جينا نشوف في الابر لمب، الابر لمب بتاعها كويس، اللور لمب لقينا فيه بايلاترال بيتنج لور لمب اديما ريتشنج الليفل اوف ني، ومفيش ساينز اوف انفلاميشن، لا ريدنس ولا هوتنس ولا تندرنس. ممتاز. جينا نشوف الاذر سيستمز، قلت اسمع الباك، ما من دلالات البلمونري كونجيشن ان انا في الشيست الاقي بايلاترال بيزل كريبيتيشنز، لا الباك بتاعها كلير. نيورولوجيكال ابدومينال الدنيا كلها كويس. ممكن كسيستميك كونجيشن في الابدومين الاقي هيباتوميجالي شويه، كونجستد ليفر، ممكن الاقي اسايتس في الادفانسد كيسز. طيب جينا بقى لوكال اكزامينيشن، لوكال اكزامينيشن ده اللي هو انسبكشن وبالبيشن واوسكالتيشن، ما عادش فيه عندنا بيركشن في الايه؟ في الكارت. جينا في الانسبكشن من عند رجل البيشنت، نورمال شيب اوف ذا شيست، نو بريكورديال بلج، جيت من على جنبها اليمين لقيت نو دايليتد فينز، نو بيجمنتيشن، جيت اشوف الايبكس لقيت الايبكس ريجولار ايبكس 70 بير مينيت لايز ان ذا ليفت فيفث انتركوستال سبيس، بس ده مش ميد اكزيلري، ده انتيريور اكزيلري لاين، وديفيوز وسستيند ونو بالبابل سيرل، وفي بارا ستيرنال بلش وابيكال ريتراكشن. يبقى انا كده بوصف ايه؟ رايت فينتريكولار انلارجمنت. ليه؟ لان الرايت فينتريكل لما بيكبر بيكبر اوتورد، انما الليفت فينتريكل بيكبر داونورد اند اوتورد. الرايت فينتريكل ده اللي بيمثل الانتيريور سيرفيس اوف ذا هارت، فلما بيكبر بيلمس الشيست وول في كذا نقطه، فبتبقى الايبكس ديفيوز، ولما بيكونتراكت بيبقى فيه باراسترنال بلش وايبيكال ريتراكشن. انما الليفت لما بيكبر بيبقى فيه ايبيكال بلش اند باراسترنال ريتراكشن. حلو. يبقى احنا لغايه دلوقتي من الايبكس اكزامينيشن في شك ان في رايت فينتريكولار ايه؟ انلارجمنت. جينا نشوف البلسيشنز، شايفين الايبيجاستريك هيف اللي هو باراستينال هيف؟ هيف ده يعني مش هايبر دايناميك، هيف يعني بيطلع ويركن شويه وينزل، وده بيبقى دلاله بريشر اوفرلود، انما اللي هو طالع هايبر دايناميك ده بيبقى دلاله ايه؟ فوليوم اوفرلود. فاحنا دلوقتي في بالبابل بلسيشن في البلمونري اريا، وده يخلينا شك في بلمونري هايبرتنشن، صح؟ جيت اشوف على الباراسترنال لقيت في باراسترنال هيف، وده برضو ماشي مع البلمونري هايبرتنشن. طيب هل في بلسيشنز تانية؟ لا،
no visible or bulbable pulsations، لا الايد في الاورطه ولا الايد رايت باراستيرنال ولا الايد سوبراستيرنال، كل اللي لقيته ايه؟ باراستيرنال هيف. طيب no bulbable heart sound، مفيش هارت ساوند محسوسه بالايد، ومفيش بربر سريل. السريل ده اللي هو عامل زي فايبريشن الموبايل، احسه ازاي؟ بالهيد اوف ميتاكاربلز. ليه بالهيد اوف ميتاكاربلز؟ لان الفايبريشن ده ديب سنسيشن ولا سوبرفيشال سنسيشن؟ ديب سنسيشن، يبقى احسه بالعظم ولا السكن؟ بالعظم، يبقى لازم عظمه اكسبوز عشان احس بيها الايه؟ الفايبريشن. حلو، جينا نسمع بالاوسكالتيشن، حطينا السماعه في الميترال اليا، نورمال اس 1 نو اديشنال ساوند نو ميرمرز. جيت اشوف على الترايكاسبيد نورمال اس 1، بس الايد بقى سوستوليك سوفت بلوينج ميرمر. شايفين ايدي ده؟ ايدي ده اللي هو الايه؟ البلس. بص، فالتايمنج مع طلعه الكاروتد، انا حاطط ايدي على الكاروتد وبسمع الميرمر سوفت، مش هارش، مش هارش، صوت ولوكالايزد للترايكاسبيد اريا، يعني مش بروباجيتد، يعني كده ممكن اقول ان هو فانكشنال. اقول لها خدي نفس عميق اسمها كارفالو ساين، يعني بص الاقي الميرمر بيزيد، بينكريز ويز ديب انسبيريشن، وهو موستلي فانكشن لانه لوكالايزد وجريد 3 عشان مش معسرل. انما لو كان معسرل كان هيبقى جريد 4 فيما فوق، مش انتوا على قدكم، في سريل يبقى جريد 4، مفيش سريل يبقى جريد 3. يبقى لغايه دلوقتي انا سمعت ميرمر على الترايكاسبيد اريا، موستلي ميرمر فانكشنال ترايكاسبيد ريكيرشن. الدنيا ماشيه لغايه دلوقتي؟ حلو. جينا نشوف البلمونري اريا، لقينا فيه اكسنتويتد بلمونري كومبوننت اوف سكند هارت ساوند، نو اديشنال ساوند نو ميرمرز. يبقى احنا كده بنركب البازل، قاعدين بنقول في رايت فنتريكل كبير، في بلمونري هايبر تنشن، وعمل لنا سيستميك كونجيشن وشويه ديسنيا، ومفيش بالمونري كونجيشن، صح؟ حلو. جينا نشوف على الفيرست اورتيك اريا، نورمال سكند كومبوننت اورتيك كومبوننت، نو اديشنال ساوند نو ميرمر. حلو. احنا دلوقتي من الهيستوري والاكزامينشن، احنا كنا طالعين من الهيستوري حاطين اربعه ديفرنشال دايجنوز، ده بالمونري كونجيشن؟ لا. طيب ده لانج ديسيز؟ لا، انا ما سمعتش ويزس على الشيست، الشيست بتاعها كويس، صح؟ طيب هل ده اير واي بروبلم؟ لا، مش ماشي اير واي بروبلم. فاحنا دلوقتي قدام ايه؟ بلمونري هايبرتنشن كومبليكيتد بي رايت سايد هارت فيلر. يبقى احنا دلوقتي موست بروبابلي بالهيستوري والاكزامينشن دي بلمونري هايبرتنشن كومبليكيتد برايت سايد هارت فيلر. حلو. هنعمل بقى ورك اب لياسمين ازاي؟ يعني لما يبقى حاجه فيرست دايجنوزس، بدل ما ترهقها ماديا بره، ممكن تحجزها فورد وتكمل بقى الايه؟ الانفستيجيشنز بتاعتك. هنعمل اي سي جي وفول لاب وشيست اكس راي وايكو كارديوجرافي. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، كده ايه؟ مبدئيا احنا عايزين نكونفيرم الدايجنوز، وهو ده الرول بتاعت الانفستيجيشن. جينا نعمل رسم قلب، لقينا الوضع كالاتي. ايه ده؟ لقينا ان احنا بنبص على الريزم والريت والاكسس، فلقينا الريزم ريجولر والريت حوالي يعني ايه؟ 99 90 في الحدود دي، اقل من ال 100 شويه، لان احنا بنقسم 300 على عدد المربعات الكبيره، فده 1 2 3 ومربع صغير، فيعني ايه 3 على 300 على 3 فيها ال 100، فهي تحت ال 100 بشويه. حلو. وريجولر الاكسس بنبص على ليد واحد والاي في اف، اصل ليد واحد ده يمت الليفت فنتريكل والاي في اف ده يمت الرايت فنتريكل، صح؟ فلو لقيت ليد واحد بوزيتيف والاي في اف نيجاتيف، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. لو لقيت الاي في اف بوزيتيف وليد واحد نيجاتيف، يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. تعالى كده نبص هنا، الاي في اف ايه؟ بوزيتيف وليد واحد نيجاتيف، يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. يبقى احنا لغايه دلوقتي في رايت اكسس ديفيشن. طيب هل في اريزميا؟ لا، الريزم والريت كويسين. طب نخش بقى على النون اريزميا. النون اريزميا احنا بنشخص ثلاث حاجات، يا اسكيميك هارت ديزيز، يا تشامبر انلارجمنت، يا اما باندل برانش بلوك. باندل برانش بلوك سهله، هل هو وايد ولا نارو؟ نارو كيو ار اس، يبقى معنى كده بيحصل اكتيفيشن للتو فنتريكلز في نفس الوقت، يبقى ما فيش باندل برانش بلوك. طيب في اسكيميك هارت ديزيز ولا بمشي بعيني كلها كده اشوف في ستي ديبريشن تو انفيرجن ولا لا؟
ففي في واحد واثنين وثلاثة واربعة في ايه؟ ST depression صح؟ فممكن تبقى اسكيميا. طب ما تيجي كده نشوف في تشيمبر انلارجمنت ولا لا، زي ما كان الاي في اف على الرايت فنتركل وليد واحد على الليفت فنتركل، ففي 6 على الليفت فنتركل وفي واحد على الرايت فنتركل صح؟ فالطبيعي مين اكبر، الليفت فنتركل ولا الرايت فنتركل؟ الليفت. ففي 6 يبقى بوزيتيف وفي واحد يبقى نيجاتيف. طب ليه في واحد بقت بوزيتيف وفي 6 بقت نيجاتيف؟ يبقى معنى كده مين اللي كبر؟ رايت سايد بالظبط. يبقى انا من الاي سي جي قدرت اشخص ان في رايت فنتريكولار هايبرتروفي، والاسكيميا اللي انا شايفها من في 1 ل في 4 دي الاسترين باترن بتاع رايت فنتريكولار هايبرتروفي تمام. انما لو كان في ليفت فنتريكولار هايبرتروفي كان الاسترين هيبان فين؟ في في 5 و6 و1 واي في ال اللي هي اللاترال ليدز. سهله لغايه دلوقتي؟ ممتاز. جينا نعمل شيست اكس راي، لقينا ان انا البلمونري ناكلز بتاعتي كبيره، اللي هو في السكند سبيس البلمونري يمين وشمال، الشادو اليمين والشمال عامل زي الدمبل شيب. ده انت عندك البلمونري ارتري كبير. حلو. جينا نعمل ايكو، لقينا في دايليتد رايت سايد اوف ذا هارت اللي هو على اليمه دي، والكلر اللي بيطلع ده ترايكاسبيد ريجيرش بس. يبقى احنا لو عملنا ايكو على البلمونري لقينا في بلمونري هايبرتنشن. يبقى احنا من الكلينيكال والهيستوري شكينا، عملنا الانفستيجيشن بتاعنا كونفيرمد انها كيس اوف بلمونري هايبرتنشن اند رايت فنتريكولار انلارجمنت. طب هو يعني ايه بلمونري هايبرتنشن؟ بلمونري هايبرتنشن يعني المين بلمونري ارت بريشر يبقى اكتر من 25 تمام. يبقى المين بلمونري ارت بريشر، ودي ممكن تيجي سؤال ام سي كيو، 25 اتريست. ممتاز. وده لما بنسيبه بيؤدي الى رايت فنتريكولار فيلير. في كلاسيفيكيشن للبلمونري هايبرتنشن ده، انا دلوقتي قدامي ياسمين بلمونري هايبرتنشن، هي انهي واحده من الخمسه دول؟ لازم اعمل ورك اب عشان اوصل لده. في عندنا ثلاث عناوين كبار يعملوا لنا بلمونري هايبرتنشن. ليفت سايد هارت ديزيز اللي هو بيعمل بلمونري كونجيشن وبلمونري هايبرتنشن، ده جروب 2. المجموعه الثانيه الكبيره هي اللنج ديزيز الريسبيراتوري ديزيز السي او بي دي والاوبستراكتيف سليب ابنيا، وده جروب 3. والناس اللي بيجي لها جلطات متكرره على البلمونري فاسكولار بيد وبيتقفل لها المايكرو سيركيوليشن وتعمل بلمونري هايبرتنشن بيسموها ايه؟ كرونيك ثرومبو امبوليك بلمونري هايبرتنشن. يبقى دول الثلاث مجموعات اللي بيعملوا بلمونري هايبرتنشن معروف السبب. الجروب 2 اللي هو مين؟ ليفت سايد هارت ديزيز. جروب 3 اللي هو مين؟ الشيست. جروب 4 اللي هو مين؟ كرونيك ثرومبو امبوليك. وجروب 1 و5 غالبا مش معروف لهم سبب، في شويه اسباب هنقولها كمان شويه بس غالبا كده ايه مش معروف لهم سبب. طيب جايد لاينز قالت لنا يا ياسمين احنا هنعمل شويه حاجات، هنمشي على ستيبس عشان نوصل لسبب البلمونري هايبرتنشن بتاعي. حلو. احنا دلوقتي في عندنا حاجه في الايكو في الاشعه التلفزيونيه بتاعت القلب بتقول والله انت بروبابل بلمونري هايبرتنشن فعلا ولا ليس بروبابل. لو ليس بروبابل دور على تشخيص تاني. معلش يا الصوره مش واضحه شويه بس هتلاقي في الريكوردنج كويس. طيب في بلمونري هايبرتنشن يبقى المفروض تعمل فحوصات علشان تستبعد بيها المجموعه 2 و3 و4. قال لك ابدا بالمجموعه 2 و3 واعمل اي سي جي واعمل ايكو واعمل سي تي علشان تستبعد الايه؟ 2 و3. استبعدتهم. طيب عملت الفحوصات دي وطلعت بوزيتيف يبقى تعالج السبب. ان كان ليفت سايد هارت فيلير تعالج الليفت سايد هارت فيلير، ان كان لانج ديسيز تعالج اللانج ديسيز. يبقى ده جروب 2 وايه و3. طب نيجاتيف يبقى نستبعد الكرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن. طب ده نستبعده ازاي؟ حاجه اسمها في كيو سكان. حد يعرف يعني ايه في كيو سكان؟ ده بندي الواحد يتنفس حاجة مشعة وبنحقن له حاجة مشعة عشان نشوف الاريشن ونشوف البرفيوجن. لو لقينا الفنتيليشن كويس والبرفيوجن وحش يبقى معنى كده ان ده كرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن، حاجة بيسموها ايه؟ فنتيليشن برفيوجن ميس ماتش. طيب هنعمل ده، هنعمل الفي كيو سكان. لو الفي كيو سكان طلع بوزيتيف يبقى ده كرونيك ثرومبو امبوليك هايبرتنشن. ممتاز. لو الفي كيو سكان طلع نيجاتيف يبقى هندور على الحاجات اللي هو البلمونري ارتري هايبرتنشن غير معروف السبب.
طب في اسباب ممكن تعمله؟ يعني مثلا الكونجنتال هارت ديزيز، الاتريال سيبتال ديفكت، مش ده بيعمل بالمونار هايبر تنشن؟ ده طب ده ندور عليه ازاي؟ انا ممكن بالايكول عادي يبقى العيان عنده اتريال سيبتال ديفكت وانا ما اعرفش، فبلجأ ان انا اعمل ترانس اسوفجيال ايكو تو رول اوت اتريال سيبتال ديفكت ان اني بيشنت ويز ان اكسبليند بالمونار هايبر تنشن اند رايت سايد هارت ديزيز. حلو، يبقى انا دلوقتي بعمل تي اي عشان استبعد كونجنتال. طب مش ممكن ياسمين دي تبقى كونكتيف تيشو ديسيز؟ ممكن. اعمل الانفستيجيشنز اللي تول اوت الكونكتيف تيشو ديسيز اللي هو الزئبق الحمراء، الروماتويد، الكلام ده كله. طب مش ممكن يبقى هي هيباتيك وفي بورتو بالمونري؟ ممكن. مش ممكن تبقى شيستوسوما؟ ممكن. مش ممكن تبقى اتش اي في؟ ممكن. مش ممكن تبقى واخده دراجز بتعمل بالمونري هايبر تنشن؟ ممكن. طب ده كله بقى مش موجود، يبقى هو بقى الايديوباثيك فعلا غير معروف السبب. احنا جينا نبص عليها، عملنا ترانس اسوفجيال ايكو كويس ما فيهوش اتريال سيبتال ديفكت، عملنا الانفستيجيشن بتاعت الكونكتيف تيشو ديس اوردر مش موجود، عملنا كونسلتيشنز توكسيكولوجي وهيباتولوجي والكلام ده مش موجود، يبقى احنا دلوقتي ماشيين في اتجاه ايه؟ ايديوباثيك بالمونري هايبرتنشن. طيب كل التستات بتاعتها كانت نيجاتيف، واستبعدنا مجموعه 2 و3 و4، واستبعدنا كمان الاسباب المحتمله من مجموعه 1 و5، فهي الايه؟ ايديوباثيك بالمونري هايبرتنشن. قالوا في سيوريز تعمل الايديوباثيك ده؟ قال لك ممكن يبقى ده انفلاميشن في المايكروفاسكوليتشر، والانفلاميشن ده عمل سيكننج، والسيكننج ده عمل اوبستراكشن، والاوبستراكشن ده عمل بالمونري هايبرتنشن. وممكن يبقى ثرومب امبوليك سيوري، ان يبقى في جلطات ما تظهرش في الفي كيو سكان وتعمل لك البلمونري هايبرتنشن. طيب لما يبقى في كرونيك هايبرتنشن على البلمونري فاسكولار بيد، فتتخن، ولما تتخن تعمل فازو كونستريكشن ومور اوبستراكشن اند مور بلمونري هايبرتنشن، يزيد الاسترين على الرايت سايد اوف ذا هارت، يكبر الرايت فينتريكل، تسيبه يخش في رايت سايد هارت فيلير اند سيستميك كونجيشن. ده الباثوفيسيولوجي الطبيعي بتاع العيان بتاع البلمونري هايبرتنشن. جت الدبليو اتش او يقول لك طب انت دلوقتي هتعمل كاونسلنج للعيان. ياسمين تقول لي طب انا كويسه، يعني انا يعني ينفع اتجوز كده واحمل ولا حالتي ايه؟ بصي احنا هنحكم على حاجتين، على الاكسرسايز كاباستي انت مجهودك عامل ايه، وعلى الستيت اوف رايت سايد هارت ديزيز، يعني هل في سيفير ار في ديسفانكشن ولا مايلد ديسفانكشن ولا مودريت. طيب على ال 6 مينت ووك تيست حاجه كده يقول لك امشي لمده 6 دقائق، هتقدر تجيبي نص كيلو ولا 100 متر ولا ايه؟ فراحوا مقسمينها لحاجه لو ريسك وانترميديت ريسك وهاي ريسك. لو بتمشي ب 6 دقائق اكتر من 440 متر ومفيش اي دلاله على الار في ديسفانكشن، دي لو ريسك، ما فيش بينها مشكله خالص. طيب لو المشي متوسط وفي بدايات ار في ديسفانكشن في الايكو بس لسه ما طفحش سيستميك كونجيشن، يبقى ده ايه؟ انترميديت ريسك. طب نفترض ان هي مش قادره تمشي 165 متر، يعني مسافه قليله قوي، وفي سيفير ار في ديسفانكشن ورايت سايد هارت فيلر، يبقى ده هاي ريسك. ياسمين تبقى ايه؟ دي طفحت سيستميك كونجيشن، يبقى هي كده هاي ريسك. ممتاز. طيب بص بقى ياسمين، انت هاي ريسك، لو سمحتي ممنوع البريجنانسي، لو انت شمتي اي عدوى هتبهدلك، فلازم الانوال فاكسينز تتاخد، ودلوقتي طبعا الكوفيد فاكسين اولى من النوموكوكال والانفلونزا، تاخدي الكوفيد فاكسين، ومع التريتمنت نحاول نعمل جرادوال اكسرسايز سوبرفايز عشان نحسن الفانكشنال كاباستي، ولو الساتوريشن قليل ممكن نلجا الى الاكسجين ثيرابي، وممنوع الجنرال انستيزيا، يعني يستحسن الايبيديورال عشان ما نخشش في ايه؟ في هايبوتنشن. ومشكله العين بتاع البلمونر هايبرتنشن لما بيتحط على ميكانيكال فنتليتور بيبقى صعب ان هو يتفصل، جنرال انستيزيا يساوي ميكانيكال فنتليشن، يعني يتحط تيوبا ويتحط على ميكانيكال فنتليتور، انما السباينال او السب ديورال مثلا لو شفتوا حد قبل كده بيولد سيس بيبقى صاحي عادي، مفيش اير واي ومفيش تيوب ولا حاجه، هي واخده بس حاجه مبنجه الجزء اللي تحت، انما الدنيا فوق كويسه وبتتكلم وصاحيه وكل حاجه، فبالتالي تلافينا مشكله ايه؟ الميكانيكال فنتليشن.
طيب معلش انت عندك كونجيشن، فاحنا هندي دايوريتكس بس محتاجين منك تقللي الملح في الاكل علشان مش يريزيست مفعول الدايوريتكس، يبقى هنعمل سولت ريستريكشن وهندي دايوريتكس. وعلشان في سيري بتقول ان الثرومبو امبوليزم هو السيري بتاع الايديوباثيك ده، فهندي ايه؟ انتي كواجليشن. الانتي كواجليشن اللي انتوا تعرفوهم في السوق ايه؟ ايه؟ ده انتي كواجليشن برضه، ده انتي بليتلت، والاسبوسيت ده انتي بليت. انا بتكلم انتي كواجليشن. في عندنا بارنترال انتي كواجليشن وفي اورال انتي كواجلانت. البارنترال هيبارين، انوكسابارين، فومدابارينو. طب الاورال انتي كواجلانت ايه وايه؟ فيتامين كي انتاجونست الوارفارين، وفي النيو اللي هم اسمهم ايه؟ ريفاروكسابان، ايبيكسابان، دابيجاتران. هتشوفها في محاضرة البلمونري امبوليزم بالتفصيل ان شاء الله. تمام، فاحنا طلعنا بمعلومة مفيدة النهارده ان الاسبرين ده مش ايه؟ مش انتي كواجلانت. انتي كواجلانت اسبرين. تمام، لو في طبعا ايرون ديفيشنسي وانيميا فده هيزود الديسنيا، فاولى في عيان عنده ديسنيا ان انا اصلح الايه؟ اصلح الانيميا والايرون ديفيشنسي. طب انا عايز ادويه موسعه للبلمونري ارتريس، البلمونري فاسكولار بيد ده عايز اوسعها عشان اقلل البلمونري هايبرتنشن، فحسن اللود اللي على الرايت سايد، فحسن الايه؟ الستيب بتاعت المريض. ايه الادويه اللي بتوسع البلمونري فاسكوليتشر؟ اولها واهمها الكالسيوم شانل بلوكرز. ولكن كالسيوم شانل بلوكرز بتستجيب في ناس وناس ما بتستجيبش. قال لك طب نعرف ازاي؟ قال لك تعمل حاجه اسمها رايت هارت كاسترايزيشن، نخش بقسطره وبندي مواد بتقلل الفاسكولار هايبرتنشن في البلمونري، ونشوف ان كان المين بريشر حصل له 20% دروب مع الكالسيوم شان بلوكرز ابدا ايه؟ كالسيوم شان بلوكرز. طب ما حصلش يبقى ادي الكالسيوم شان بلوكر كتف، ونخش على المجموعات الثانيه. في عندنا الاندوسيلين انتاجونست، اندوسيلين انتاجونست دي بيسموها البوزنتان وعيله البوزنتان، فوسفودايستريز انهبيتور، خمسه انهبيتور اللي هم السلدينافيل والتدالافيل، والبروستانويدز زي الاليوبروست والتريبوبروستينيل والايبوبروستينول. طب هي الحاجات دي موجوده في السوق؟ اللي موجود في السوق الكالسيوم شان بلوكرز، واحنا عندنا في نوعين من الكالسيوم شان بلوكرز. ايه هما؟ نان داي هيدروبيريدين ده اللي بيشتغل على الهارت ريت، الفيرابامين والدلتازم، وفي الداي هيدروبيريدين اللي هو الايه؟ الاملوديبين. هنا هنستخدم الاملوديبين، تمام، لان الاملوديبين هو الفازودايليتور كالسيوم شان بلوكر. الاندوسيلين انتاجونست بقت موجوده في السوق، البوزنتان، بس ده مكلف جدا وممكن المنسل كوست بتاعه يوصل مش عارف 2000 جنيه او حاجه زي كده، حاجه غاليه جدا يعني، بس بتجيب نتيجه. السلدنافيل موجود في السوق وبيستخدم في الاريكتايل ديسفانكشن، وفي اللونج اكتنج بتاعه اللي هو التدالافيل موجود في السوق. البروستانويدز دي لازم تبقى موجوده في المستشفى وسبيسيفيك سنتر. طب انتوا لو قابلتوا حد في بلمونري هايبرتنشن وديوباسيك، في وحدات متخصصه للتعامل مع البلمونري هايبرتنشن موجوده في القاهره في القصر العيني واعتقد في عين شمس، بحيث ان انت بتساعد المريض ان هو يحسن البروجنوزس بتاعه وياخد الادويه الديديكيتد للبلمونري هايبرتنشن. طب الاذر جروبز، كلمه السر تريتمنت اوف ذا كوز، يعني هارت فيلير اعالج هارت فيلير، شيست اعالج الشيست، اوبستراكتيف سليب ابنيا دي من الحاجات اللي بننسى نسال عليها زي الشخير. وعلى فكره الاوبستراكتيف سليب ابنيا دي اشهر سبب يعمل سكندري هايبر تنشن. بص تلاقي واحد قاعد ياخد اربع ادويه مش مظبطين الضغط، من الهايبوكسيا اللي بيحصل لها بيحصل سمباثيك ستيبيليشن عنيف هايبر تنشن. في واحد كان ماشي على اربع ادويه ضغط مش عاملين كنترول، وبعد كده لما عمل جراحه الشخير ساب كل الادويه وضغطه 90 60. انت متخيله مفعول الاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ طب ثرومبو امبوليك هندي انتي كواجليشن، تمام. خلي بالك الانتي كواجليشن اياها. طب خلي بالك الجروب 2 و3 و4، 2 و3 و4 ممنوع استخدام فيهم البلمونري فازودايليتورز. يعني احنا كل الورك اب ده
عشان نستبعد اثنين وثلاثة واربعة، علشان لو ادينا فيهم بالمونري فازو دايليتورز هتبقى مشكلة كبيرة. تخيل كده، تخيل واحد عنده بالمونري كونجيشن، البالمونري كونجيشن ده مع الكرونيك قلب بالمونري هايبرتنشن. البالمونري هايبرتنشن ده بيقلل الفلو فروم ذا رايت سايد اوف ذا هارت، فبالتالي بيقلل الكابيلاري بريشر، فبيقلل البالمونري كونجيشن. عشان كده يقول لك ان البالمونري هايبرتنشن بيزود السيستميك كونجيشن ويقلل البالمونري كونجيشن. تخيل جيت انت في الواحد ده رحت فاتح له البالمونري ارتري، يبقى انت كده عملت له ايه؟ دخلته في اكيوت بالمونري اديما. ده واحد عنده elevated بريشر في الليفت سايد اوف ذا هارت، وانت جبت له دم زياده من الرايت سايد اوف ذا هارت، هيعمل ايه؟ هيبقلل على طول. فممنوع الفازو دايليتور ثيرابي في الجروبز 2 و3 و4. طب يعني مفيش حل؟ في حل. نفترض ان الموضوع كرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن، وطلعت فعلا في الفي كيو سكان بوزيتيف، قال لك ممكن نعمل جراحه اسمها ثرومبو اند ارتريكتوم، ان هو يخش بعمليه يقور الشرايين من الجلطه بتاعتها بحيث يرجع السيركيوليشن كده ايه زي الاول تاني. طيب ملهاش عمليات خالص، ليس لها من دون الله كاشف، ما علاوه عندي رايت سايد اوف ذا هارت هيفرقع القلب وعامل بالمونري سيستميك كونجيشن فظيع وعايزه ريليف الاوبستراكشن ده، قال لك يا عم اخرم له الانتر اتريال سيبتوم بحيث البريشر ده يعني يحصل له ايكوالايزيشن، سواء حاجه يسموها اتريال سيبتوستومي، بيروحوا جايين في الانتر اتريال سيبتوم هنا معديين بالونه، نافخين البالونه عاملين هم اي اس دي بحيث ان هو ايه. طيب لما يجي يعمل ترانسبلانتيشن يا هارت لانج ترانسبلانتيشن، لازم هارت لانج ترانسبلانتيشن، مش هينفع هارت ترانسبلانتيشن لوحده، انما ممكن لانج ترانسبلانتيشن لو الهارت كويس، يعني ممكن لانج ترانسبلانتيشن بس دبل لانج ترانسبلانتيشن او هارت دبل لانج ايه ترانسبلانتيشن. في حد عنده اي سؤال؟ استفدنا حاجه؟ طيب الحمد لله.